السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات إي ماركتنج لوفرز. معاكم عاصم إمام. النهاردة إن شاء الله حلقة قوية جدا عن ترجمة فيديوهات اليوتيوب بدون برامج مجانا، وده ليه؟ علشان نزود الربح ونزود عدد المشاهدات. خليكم معايا. أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة إن شاء الله حلقة الفيديو مهمة جدا للناس اللي شغالة على اليوتيوب. النهاردة الحلقة بتتكلم عن إزاي أترجم الفيديوهات بتاعتي أو المحتوى بتاعي لأكتر من لغة مجانا بدون ملجأ لأي تطبيق أو موقع يكون بفلوس، لأن في ناس كتير ما بتقدرش إنها تشتري الأدوات دي، وفي نفس الوقت هكسب حاجات كتير جدا. يعني دي حاجة هتبقى خاصة شوية بالانترناشونال اي سي او، وهو تحسين ظهور الفيديو بتاعك او المحتوى بتاعك على اليوتيوب، وده اسمه السيو الدولي. يعني طبعا الكلام دوت هيخلي عدد اكبر من المتابعين يشوفوك من بلاد تانية، وفي نفس الوقت لو طبعا قناتك مفعلة الربح عليها فانت هتربح اكتر او بشكل اكبر. زي ما انتوا عارفين ان الكونتنت كرييتور او اللي بينشئ المحتوى بيبقى قاعد في مكان معين، لكن في ناس كتير جدا بتهتم بمحتواه في بلاد كتير، وفي نفس الوقت بيبقى في ناس زي الصم اللي هم ما بيسمعوش، تمام؟ فالموضوع ده بالنسبة لهم بيبقى هو عايز يفهم ويشوف الفيديو، لكن موضوع الترجمة بيساعدك انك توصل للناس دي، ودي شريحة كبيرة احنا مش عايزين نغفلها. طيب هعمل الكلام ده ازاي باختصار شديد؟ انا هاجي مثلا على فيديو زي ده اللي هو زيادة متابعين الانستجرام، يعني هدوس على الفيديو وهاجي هنا هدوس على سبتايتلز، زي ما انت شايف كده هيظهر لي هنا. طبعا عشان انا مسطب تيوب بودي فبتقول لي كده، زي بتعمل لي زي اناليسيس بسيط للاودينس بتوعي موجودين فين وبيتكلموا انهي لغة. فانا فيديو زود زي دوت هو عربي كويس، مش ضايف له اي لغة تانية، لكن هنا هو بيقول لك ان اللي بيشوفوا الفيديو 94% و3 من عشرة دول عرب، و2.7 من عشرة البراوزر بتاعهم بالتركي، و1.4 من عشرة الماني وهندي وانجليش، يعني في لغات كتير زي ما انتم شايفين. طبعا النتيجة دي هي جاية علشان انت كمحتوى عربي مش ظاهر اللي عند الناس دي، لكن مش معنى كده ان التراكوة او اللي بيتكلموا تركي او البراوزر بتاعهم تركي هو بيبصوا عليك بنسبة 2.7 من عشرة. لا، هو عشان انت مش مترجم الفيديو بتاعك للغة دي فهو مش عامل رانك عندهم بالكونتنت ده، فانت محتاج تظهر بالكونتنت على الكلمات دي بس باللغة دي. فهنعمل ازاي الكلام ده؟ هنيجي هنا في Add Language وهندوس عليها عادي جدا، هيطلع لي اللغات اللي انا محتاج ان انا اترجم بيها. اول حاجة طبعا بديهيا جدا انا عايز اترجم للغة الانجليزية، فهدوس الاول على الانجليزي هلاقيها اتضافت عندي هنا بكل سهولة. فهنا هيكلمني بيقول لي انت عايز تقاد اللانجوج دي او تضيف اللغة دي للتايتل والديسكريبشن، ودوت عظيم جدا، ولا للسب تايتلز المحتوى نفسه. لا، انا هاجي هنا للتايتل والديسكريبشن وهعمل اد، تمام؟ بيظهر عندي الويندو دي هنا موجود على الشمال، المحتوى بتاعي الاوريجينال اهو بيقول لي الاوريجينال لانجويج او اللغه الاصليه، مكتوب زياده متابعين الانستجرام بدون برامج بطريقه جنونيه متابعين عرب. انا انصحكم كمان تتفرجوا على الفيديو ده على فكره، عشان الفيديو ده حقيقي فعلا يعني، وشوفوا التعليقات اللي عليه هتلاقوا فيه كل الناس الحمد لله بتشكر في الفيديو دوت وبتشكر في نتائج الفيديو ده. طيب نرجع لموضوعنا. في ناس كتير طيب ما بتعرفش انجليش، في ناس كتير ما بتعرفش الماني،
ناس كتير ما بتعرفش فرنساوي، ناس كتير ما بتعرفش تركي، هنستخدم ايه طبعا عشان نترجم ترجمة مش زي الترجمة الحرفية بتاعت جوجل؟ تمام، ايه اللي ممكن نستخدمه علشان ما يبقاش الموضوع مترجم ترجمة حرفية؟ هنستخدم هنا موقع اسمه ريفيرسو، وده انصح كل الناس انها تستعمله، بيترجم صح جدا. طيب هاجي هنا هاخد العنوان كوبي، تمام، وهروح هنا احطه في ريفيرس وهشوفه يترجم لي من العربي، اسف هو كان مترجم صح، من العربي للانجليزي، وهاخد هنا طبعا هنا عشان كلمة الانستكرام مكتوبة بلكنة عربية فهو مش قادر يجيبها، خلي بالك من الحاجات دي، اللغة العربية ملهاش علاقة باللكنات، تمام، فانت هنكتبها زي المفروض ما تكون بتتكتب صح. خلينا هنا نكتبها انستجرام احسن بعد ما ناخدها. تلاقي فيه شوية حاجات بسيطة كده، دي انت تقدر تعدل عليها. تمام، هاجي هنا السكشن اللي تحت اللي هو الوصف، هاخد اول سطر هحطه هنا، برضو هنحط كلمة انستجرام، اسف احنا كلمة نان بروجرام دي اللي هي المفروض بدون برامج اللي مكتوبة في العنوان، هو بس ما قراش كلمة انستجرام فهاخدها نحطها فوق. وهنا هكتب كلمة انستجرام، وهاجي هاخد الجملة اللي بعدها احطها برضو، خلي بالنا برضو وبعدين هاجي بقية الوصف تحت، وانزل اخد اللينك وانزل هنا واعمل كنترول في، وبعدين ممكن بقى اخد بقية الوصف كله لو انا حابب زي ما انتوا شايفين كده،
ربنا. طبعا هو الرسمة دي ما بيقراهاش، بالنسبة له مش مقرية، فانا هاخد من اول فولو مي وللاخر كنترول سي وبعدين كنترول في وبعدين هعمل بابلش. طبعا زي ما انتم شايفين هنا خلاص اللغة الإنجليزية اتضافت على الفيديو، وهوريك طبعا هو انت هنا تقدر ان انت تضيف اي لغة تاني وهتعمل نفس الكلام دوت بقى في اللغات اللي هي ايه، التركي اللي ظاهر عندك ان في اودينس تركي، الحاجات دي كلها هتحطها. خلينا اضيفها كمان دلوقتي قدامكم بسرعة. اديني ضفتها، هاجي اقول له اد، هاخد نفس الكلام وهروح هنا وهغير هنا اللغة لتركي. شايفين النتيجة كده طلعت، باخدها كوبي وبروح نفس الكلام احطها هنا بيست، وبعدين باجي في الديسكريبشن هي نفس الجملة الأولانية، بعدين الجملة التانية، وبعدين باخد الأدوات المستخدمة وبعدين بنزل اخد اللينك باجي هنا من اول فولو مي لان البرنامج ما بيقراش زي ما اتفقنا. الرسم اللي انا عامله ده واجي احطهم هنا اخد كوبي وبعدين انزل واحط وفي الاخر ببلش. عايز تزود اي لغة تقدر تزود اي لغة تاني. طيب انا هنا المتصفح عندي جوجل كروم عندي بالانجلش، فانا عايز اشوف هل الموضوع ده اختلف ولا لا. انا هنا زي ما انتم شايفين الفيديو باين عندي على اليوتيوب بالعربي، فهشوفه بان بالانجلش ولا لا. كده انا خلصت خلاص، ارجع باك وابص على القناة، اختار فيديوز،
المفروض ان هو يبان عندي بالانجليش، لان انا المتصفح بتاعي انجليش. زي ما انت شايفين هنا الكلام كله اتقلب انجليش. طبعا هي فكرة بسيطة، ولو عندك انت ادوات تانية يا ريت تشاركنا بيها نقدر نعرفها. فكرة بسيطة جدا، هتزود لك الارباح بتاعتك، هتزود لك عدد المشتركين المهتمين بمجالك في بلاد تانية انت ما كنتش متخيل ان هم يبقوا متابعين ليك، هتزود لك عدد المشاهدات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك للفيديو لو عجبك وشير، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.